بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن اخر اختبار من اختبارات كليه الشرطه، والاختبار هو اختبار الهيئه. والاختبار ده بيعتبر من اهم اختبارات كليه الشرطه، لان هو بيحدد هل انت هتكمل بكليه الشرطه او لا. والاختبار ده بيكون نجاحه معتمد عليه، ونجاحك بالاختبار ده بيكون بعد ما انت تثبت ان انت عندك شخصيه قويه، ان انت مش عندك اي خوف، عندك ثقه كبيره بنفسك، ما عندكش اي اضطراب، ما عندكش اي قلق، هتقدر تتعامل مع اي موقف بالحياه العسكريه، عندك قدره كبيره على تحمل الحياه العسكريه، تصرفاتك وافعالك في اي موقف فيه ممكن يقابلك. لكن قبل ما تروح الاختبار لازم تكون ملتزم بالزي اللي هو الموحد لكل الطلبه. والزي بيكون اول حاجه مصابه ساده، ثاني حاجه بتكون بنطلون اسود ساده، وثالث حاجه حزام اسود ساده، ورابع حاجه بيكون جزمه لونها اسود ساده، وخامس حاجه شراب لونه اسود ساده. هنقولهم تاني: اول حاجه قميص ابيض ساده، ثاني حاجه بنطلون اسود ساده، ثالث حاجه حزام اسود ساده، رابع حاجه شراب لونه اسود ساده، خامس حاجه جزمه لونها اسود ساده. لازم تلتزم بالزي الموحد، لازم تقوم بحلقه شعر الراس بالكامل، وبعد كده بتحلق دانتك. وبعد ما بتوصل قدام البوابه فانت بتتوجه عشان تدخل الكليه، والمكان اللي انت بتدخل علشان تبدا بالاختبار بتكون متوجه لك بعض الاسئله. والاسئله اللي انت بتجاوب عليها مش شرط الاسئله انت تجاوبها، لان الاسئله بتكون اسئله عامه، لكن الاسئله اللي انت بتسالها بتبين ان انت عندك شخصيه قويه، وعاوزك وانت بتجاوب تجاوب وانت عندك ثقه كبيره بنفسك، ما عندكش اي خوف، ما عندكش اي تردد. وانت بتدخل المكان اللي انت بتبدا في اختبار الهيئه بيكون موجود كاميرا، والكاميرا دي بتصور كل تصرفاتك وافعالك. خلي مشيتك وانت ماشي باين ان انت طالب بكليه شرطه، كلامك وتصرفاتك وافعالك كل حاجه لازم تبين ان انت طالب بكليه شرطه، وباذن الله تنجح بالاختبار، لان انت قدرت تجتاز اختبارات اكتر من كده. ووصولك لاختبار الهيئه بيعتبرك طالب بكليه الشرطه، وبتمنى تكونوا استفدتوا من كل الفيديوهات اللي احنا كنا بنشرحها بكليه الشرطه.